السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في كل مكان، صبحكم الله بكل خير وعافية. إليكم اليوم عن أكلة قديمة 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 جدا جدا جدا، وقليل اللي يعرفها، يعرفوها الكبار ولا يعرفوها الناس القبائل الشاوية. اليوم عندي بصارة، ها عندنا هنايا في غمرة، أنا نعرفها من ناس غمرة وطيبتها لي أمي قداش نخطرها في الدار. ألوغ دركا على طريقتي، مادام كاين فيها الفول اليابس هوكا ومقادير قليلة، خلاص أكلة شتوية تحمي الكرش، تزيد المخ في الراس وفي الركبين. الفول يعني صديق العائلة وصديق العائلة الكرشية. ألوغ اليوم من هادي أنا غسلته وزيت نغسله، بس الماء سخون نغسل بالماء السخون، مادام عندنا العين سخونة نغسلو بالماء السخون. ألوغ عندي هكدا ديرو داك لخاطش لقيتو مسوس ياسر، ألوغ نحيدلو كامل داك شويشو. لازم لك لا ميدون تاعو يتنحى، متبعوش فيك الشكوشة ياسر، باسكو في الفيل كيف يديروه بالرغاوي هكا كيقعدو يطيب. نضيف لاباس عليه، شوفو يا فول أبغول، فول فول ناند قسطالي الله عمي هما ربي يرحمه، هما الوصيف، هما الشريف، عمي محمد الشريف بي شوشانة ربي يرحمها، لا شوشانة سرايا الدنيا. الله نحي هذا اللي فيه الاخر، ديرو منا عيد نحي باسكو مدوت لي هذا يا مسوس تقولي. ها حتى الصبغة في ظفري، شوف الصبغة راه كانت نخلو كاك الشيب يهود و الشيب كل ما تانتي نعم تانت. الوغ هذا هو حطو فوق النار، ديرو الماء سخون خلوه يغلي ياك، خلوه يغلي ودرك نقولكم واش ديرولو. فوالا هاني زدت غسلتو تاني خاطش لقيتو الماء تاعو مازال فيه البياض بيض. الوغ هاني زدت غسلتو هاوليك، هاني درت هنا شويه زيت، فوالا شويه زيت مش ياسر، ها هو يبغي الزيت لهداك، حط نص كاس تاع زيت نلوحو فيه الفول، نلوحو فيه الفول هذا مسخون معاه، بعد دوك نلوح هنا ونلوح فيه شويه فلفله يابسه، هادي فلفله يابسه، شويه ثوم، ها شويه ثوم هكا كروسان خاطش راح يترحم بعد. ها خلو هاد الربع هاوليك الثوم، نلوح هذا الفول هنا ونزيد له الماء، الماء سخون حامي بعد يغلي، ونقفل عليه كي يبدا يغلي نحل المغطى وما يخليش خاطش الكشكوشه تبدا تطلع. دوك نوريكم كيفاش. الو دوك نشوفها امي كويسون، ستادير نص طياب. قلت لكم كي تغسلوا هذا الفول مليح ما يديرش ديك الرغوه، شوف ما يديرش ياسر، كل ما تغسلوش ديك لاميدون كل تطلع ولازم تنحوها ديك الرغوه، ها لازم تنحوها. على بالي ما بغيتش ندير التوابل المره الاولى، لازم تنحى هذه، ثم كل ما تغسلوش مليح تعود ماشي مليح، لازم تنحى الرغوة هادي ما تبقاش. بجيب بصارة على كيف كيفها، كل قدمها شوية بالقبيلية، كاين ناس تبعوا قالوا لي ما نتفهموش وانا ما نفهمش ياسر ياسر، يعني شوية كلك الكلمات. بنقدم لكم يا حبيبة طولتي الغيبة. الو عندنا الكمون، ديروا مغرفة كبيرة بعد مليحة خاطر الفول يبغي الكمون، فلفل الكحل، ملح على حسب الذوق، والكركم هما يتلاهم ربع شتوهم، يلا الكمون يا الكمون، الكمون والبصارة كرموس نصارى. أنا درنا لها الثوم ودرنا الفلفلات هادو، ها دركا ما عادش فيها داك
وثاني كي تعودوا تحركوا فيها ديما امي ربي يرحمها تقول لي كي تعودي تحركي في الماكله ما تحركيش لداخل تحت باش ما يلصقش الفول. ها كان حركته يلصق، كان ما كانش هزو غير فوق، شوفوا هك غير فوق برك يا اخي فاهمين علي. نورمال نرغدوا في نرغدوا داك هو نرغدوا في الماء البارد الكمون باش ما يتكتلش، هو ما تكتلش. الريحة تاع الفول يا داك يا حبيبة. هايوا خلوها تزيد طيبها وبدا يطيبها بدا يطيب يا إليق. ما ديروش مسوس الفول باسكو الكل يطلع قبيل. انا نقي كالكوزون فيها الدودة ديك نتاعها بوغ نو با دير لا موش فوالا العربية، عشان انايا ما نقدرش كل كيك ما ناكلهاش كون نذكر الفكرة دي كمان من شوية قلبي الزعزع قلبي الزعزع. يا عيني يا عيني يا عيني. هاي البيصارة تاعنا قريب طيب ودرك نرحيوها وبشوية فلفل وزيت زيتون وكسبر ومعدنوس صادق دبشة ومعدنوس واضربوا البيصارة يا كرموس نصارى وربي يقلع النصارى ويدقهم سيدنا محمد واللي خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاك ربي جايبها لهم بلا دعاء، ربي جاب لهم والله يحلي لهم الحليل. نروح نشوفوا يعني قطعت نزيد شويه كي طيب نبغي نرحيها كي طيب ياسر ما تقدر ديرها غير بالمغرف تترحي وحده. الوغ نقدم لكم شويه بالقبايليه هذا اللي نقولوا عليه البيصارة افيسار. الوغ اساقيغ اون قدماغ ايوث الماكلة ايجيث وسنن قذمورة نشامل افريقية الماكلة اجي اسميس افيسار استقبيليت بيصارة استعربت بيصارة بيصارة وي بيصارة تشلحيت المغرب شلح نتاع المغرب يعني. الوغ الماكلة اجي تتمتشا دي تشتوا مديلي وصمد اقصحن يعني الحالة باردة يعني الحالة تكتعد باردة ياسر قاصح داك الاخر البرد قاصح يطيبوه تهز العظام وهكا فوالا. بيصارة بالشلح نتاع المغرب وبيصارة بالعربية وأفيسار بالقبيلية فوالا زويكم خي. يا كان زهية البهية يا وردية مليكة يا محمد سعادك في فرنسا لازم تطيبها. هيا البيصار يلا البيصارة تاعنا هيك. ثم تقدروا تزيدوا لها شوية شوية ماء وتزيدوا تغلوها وطاب الاخر طاب زبدة طول ماشي حاجة اخرى. ها طاب طيب. المهم تقدروا الوغ حنا واش نديرو تقدروا ما درت لكم والو. الوغ حنايا الدبشه هاي ليك المعدنوس واحد البنه عظيمه وعندي دوك الثوم هنايا دوك الثومات اللي خليتهم زدت لهم زوج تجي بنينه. درك ندير لهم شويه زيت زيتون ونديرهم في شويه زيت هكذا والزيت زيتون بعد نديرو في البيصاره بيصارة يا البيصارة. الوغ نحطوها فوق النار شوية برك تحمار غي شوية مش ياسر خلوها تكتل فوق النار. نروحو البيصارة تانا نلحوها فهمتو نلحو هاد المقادير. نتوما كان ما حكمش حابين الفلفلة ديكا نحوها كان ما كانش ارحوها مع الاخر نحو لك القطويره نتاعها ونحو ولا و كومون ديغاش نحو لها هاد القطميره هادي هادي نحوها ورحو ارحو يا لالا وكم وجدين الكمون باش ديروها الفوق والزيت زيتون. دوك نرحيها ونرجع لكم.
حيت البصره نتاعنا فوالا، ومن بعد هاوليك الثوم الثوم مع الزيت، هاوليك شوف ما واش محروق تحرقوه يمر وديروه هنا فوالا، وشوية شويه خصكم ما نخلوهاش هذاك تسقنا، نديروا له هكذا واحد البنة وذوقوا على الملح، خاطر كاين اللي يبغي شويه الملح يعني زياد ماشي زايد مي بنين، ذوقوا على الملح هاكو ذوقوا ربي من هاد والله تعرفوا واحد البنة جربوها جربوها، انا ندير لكم الحاجه غير اللي بعد لي انتيك يا حبيبه. الوغ نديروا لها شويه كمون من فوق، كمون يا الكمون يا الكمون، نستاهل الدراهم يقول لها الكمون. فويلات وحدهم وخيروهم ماهوش مسوسين باش ما تعبوش فيهم، وغسلوهم هاي لا تقدروا حتى بالمغرف هكا تلبزوها هك هك، انا ما لحيتهاش مليح، انا ما نشيش ديك المرغيه كامل، هاي كنشوف فيها الفول باش كي تغمسي بابا بابا. طب جربوها جاي والدراري سيتو اللي عنده العائله وكامل بصاره مليحه ديروها، بس فكري ديروها شتودنا، وديك التقاليد هذه هي الطبخ التقليدي يا حبيبه، يطولتي الغيبه طلي عليا ديروها من فضلكم ديروها، وذوقونا شوي طبسي طبسي دوك التمر. ويا سمير كراك دير لهم الجماعه هذوك نتاعك في السمو في الليل بيتزا في الصباح هذه ضربوا لها يعودوا كي الغواله من سلاكار تنزله نزله يجوك الزاويه، ولا بسيدي بوعزيز وبن يسود وتبسبستو كل صالو، تحيه لكم كبيره ياسر، هاكو تبعوا فيا وربي ان شاء الله يعطيكم ما تتمنوا، حتى المقارين حتى القصور غمره يلا هابي صار خالتي ضبه ربي يرحمها، وكان يحيه كان يحيه ربي يرحمها حيه، وكان يميته ربي يرحمها خالتي ضبه نانا بيره ربي يرحمها ويسع عليها في ديك الرقده دار وبيش عمي حمده. يلا نزيد نذكر العيد فوغالي فامي فوغالي بن حامد ربي يرحمه، عمي ابو بكر ربي يرحمه ويسع عليه سأليه الدار دايما، كل أهلي هذوكا أهلي ومعارفي وخلتي ضبة بكرة تد يعني كل ذكرتها دير البصارة تقول لك يضوي نقول لا 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 بكري نحشم بكري ما ناكلش نحشم. ها شوفوا كيفاش يدير هكا كي تولي نقصوا ليها النار نقفلوها بعد، واللي يحبها جارية أكثر من هذه يديرها يديرها شوية ماء سخون مصحاني هاكو ذوقوا ربي. يلا في صحن التقديم صحن التقديم نتاعنا بصارة على كيف كيفها بنا جربوها وعليا ناية ولا يذوقوا مازال كاين في الكوطة يا حبيبة. يلا أثوت سوثرة لايك دي لا فيديو، أعطيكم الصحة ديروا اللايك ربي لا فيديو داخل لا فيديو في اليوتيوب ديروا ديروا لايك ديروا لايك، انا كاين ساعات فيديو جيب لي 60 ولايكات فيها غير 16 ولا لا الاخرين كي تتفرج دير لايك من فضلكم. يلا جزاكم الله كل خير، يلا راكم مشجعيني في الـ في الـ في الاخر في الـ لي كومونتير يعطيكم الصحه راكم متابعين هايلين ربي يجازيكم ويعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله ويلا الحمد لله كي راكم بخير. اليوم انا عطيتكم ذقتو من الاخر من البرمه بعد، يلا شهيتكم في الجنه. هذه هي البصاره هذه درت لها شويه زيت زيتون فوق هاك شوفوه، ودرت لها الكمون كمونه صحي وكل شيء صحي فيها، والبرد جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.